عايز نتكلم في الكوره شويه؟ يا ريت بقى نتكلم عايزين نستمتع. انت مستغرب؟ انا حاسس مش عايز اتكلم في الكوره. امبارح كنت شفت اصلا السؤال اصلا نفسه بقى كوميدي. احنا بتوع كوره اصلا، ايه رايك نتكلم في الكوره بقى؟ يعني نعمل حاجه استثنائيه ونتكلم في الكوره دلوقتي، عايزين نستمتع زي ما انت قلت امبارح. ماشي، مش فاهم انا والله. عايزين والله، لا ابسط من كده الموضوع. يعني موقف المصابين ايه في المباراه بتاعت الاهلي والزمالك؟ خلاص النهارده كان في مران الاهلي استأنف تدريباته، اللعيبه يعني اكتر من لعيب اصبح جاهز، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يحيى عطيه الله، كان في كلام عن عمر كمال عبد الواحد. الغيابات كلها دلوقتي متمثله في خالد عبد الفتاح، وهيكون معاه اشرف داري. دول الغيابات الاكيده. وسام لسه بيشكو من الاجهاد، 50-50 النهارده ما شاركش في المران بصوره كامله، لكن لسه موقفه هيتحدد في المران الختامي بكره. في كل الاحوال لو مش هيشارك بصفه اساسيه هيكون موجود على دكة البدلاء علشان يكون بديل لطاهر محمد طاهر اللي كان معاه وجبة تركيز النهاردة في المران. كان في بعض التعليمات الفنية، بيشوت من أماكن معينة، كرات عرضية بتتعمل له بشكل معين، كان في تركيز كبير جدا جدا النهاردة مع طاهر محمد طاهر في مران الأهلي. هسألك سؤال، لو وسام بقى جاهز طاهر يبقى ليه مكان في التشكيلة الأساسية للأهلي ولا لأ؟ كأساسي؟ آه. الراجل هيعمل بينهم روتيشن؟ لا، واحدة واحدة. دلوقتي أسامة أبو علي بقى مهاجم أساسي في النادي الأهلي في المباراة اللي جاية. تمام. طاهر يلعب جناح ولا هيبقى على الدكة؟ لا، هيبقى على الدكة. أكيد. هيبقى على الدكة. يعني بيرسي وحسين عادي. إلا لو أنت عندك غيابات في منطقة في الجناح، يعني عندك حد مصاب. مفيش غياب، مفيش مصابين. مفيش. أنا بسألك بقى، الطبيعي هو مهاجم. ممكن يفكر إنه طاهر يلعب في مركزه الطبيعي المنطقي كجناح مثلا مكان بيرسي تاو اللي ما كانش موفق خالص المباراة اللي فاتت؟ لا، هيبقى مهاجم، وحتى لو هيلعب بشكل أساسي جنب أسامة أبو علي هيكون مهاجم تاني في المباريات اللي المنافس فيها مش بنفس القوة بتاعت المباريات الكبيرة. طب ده خليني أسألك سؤال كمان. هل مارس الكرة ممكن يعمل تعديل في خطة اللعب في مباراة الزمالك؟ لا، الخطة الطبيعية 4-3-3 عادي. 4-3-3 نفس التشكيل. عمر كمان، عمر المفضلة دلوقتي ما بين عمر وأكرم. في اختلافات، بص، في حاجتين في التشكيل. تشكيل الشناوي يرجع لحراسة المرمى. ماشي. أمام الثنائي ياسر ورامي، يحيى عطية الله باك شمال، باك يمين. في مفضلة ما بين أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد على اعتبار إن أكرم أقوى في الحتة الدفاعية. ماشي. تمام. وسط الملعب كوكا هيدخل بشكل كبير جدا، هيكون جنب مروان وإمام. قفشة هيكون موجود على الدكة، يرجع الشحات وتاو، ومهاجم طاهر محمد طاهر. ده يعني الشكل الأخير اللي عملوه في التقسيمة اللي كانت موجودة النهاردة أو في المران الأخير للنادي الأهلي، على اعتبار إن ده المران شبه الختامي، لأن طبعا أنت عارف المران الأخير بيكون استشفاء وبعض الجمل الفنية ما بيكونش فيه مران قوي. النهاردة ده التشكيل اللي كان موجود، الخلاف في الباك اليمين ومنطقة وسط الملعب فقط لا غير.